نعم. قولي لهم على موضوع ان لازم البنات او الستات يشغلوا وقتهم برضه، والنبي ده شيء. احنا فاضيين يا سامح؟ انت بتتكلم جد يا سامح؟ او احنا بنشتغل يا سامح وعندنا عيال، بس فاضيين تقعدوا على الموبايل واونلاين وشراء وحاجات من دي وشات؟ بتتكلم جد يعني احنا فاضيين؟ يعني انتوا ما بتقعدوش على الموبايل؟ بنقعد على حضرتك بتعمل ايه وحضرتك بتعمل ايه وحضرتك بتعمل ايه؟ مش فاهمه ليه جروبات ايه انت بتحرم عليك؟ شراء اونلاين شفتي معايا حبيبتي؟ اشربي اشربي. ايه مشكلتك يعني انت ما فيش وقت؟ طب انت بتقول نشغل نفسنا حلوه، طب انا شغله نفسي اهو، انت بتضايق ليه بقى؟ بإيه؟ بالموبايل انت زعلان ليه؟ انت مش ده شغل وقت؟ انت مالك بقى؟ انت على فكره بقى السوشيال ميديا دي بتصدر طاقه سلبيه اكتر بكتير جدا من الطاقه الايجابيه. انت هتتحكم في هوايتي؟ صح ولا لا؟ افرض هوايتي ان انا العب جيم على الموبايل يا حبيبتي. انا ساعات ساعات يا هدي انت بوست لحد مجهول علامه استفهام كده، حد يأثر نفسيا بالسلب على مراتي، يبقى في خناقه بسبب ان في واحد تواجد اسمه سين. تواجد مين سين ده يا جماعه؟ بص يا تواجد في حياتي ولا مش كتير على فكره؟ احنا كنا هنختم ختام لطيف ظريف. تستاهل. بنقول انا فرحانه فيكم انتوا الاثنين. ده انا عايز اقول لكم شغلوا وقتكم حاجات مفيده. الست النهارده شغاله وقتها. كتر الف خيرك والله انك واخد بالك من الست. لسه بصي اسلوب السخريه ده. لسه اسلوب السخريه ماشي. لسه شاري قبل الفصل. احنا لينا حلقات كتير مع لسه شاري بتقول لك ايه؟ ان الست بقت معدله، يعني بتاخد بالها من العيال. يعني هو الراجل مش ما بقاش معدل؟ انت اتسحبت من السيره كده. مين من الاعداد ده من لسانك؟ ما انا خلف معايا خلف معايا. لا بجد بجد احنا مشغولين جدا. الفكره مش ان احنا ما عندناش غيركم، لا مش الدرجات دي يا سامح برضو. وليه ما تبقوش عندنا غيركم؟ يا الفكره انت عارف امتى ابطل اطلب منك اهتمام يا سامح؟ ابقى مشغول وابقى منظم، هي الفكره. أيوة. لما بطل احبك وبطل اهتم بيك وبطل تبقى حبيبي هتلاقيني مش مهتمه رجعت البيت ولا لا. وساعتها هتبقى انت في خطر كبير، لان لو بطلت احبك، لو ما بحبكش وما بتساعدش في البيت ومش واقف جنبي ومش شايل معايا وما عنديش احتياج عاطفي ليك، احنا نطلع فاصل احسن. ايه رايك؟ ايه رايك في اللحظه دي؟ هطلع فاصل. انا لو منك اقلق لو بطلت اشتكي. طبعا طبعا. طب خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل. صوتي راح معلش يا جماعه مش زعيف يعني برضه فرحانه فيكي. احنا عادي ناطحيني اهو سابك في الاخر. ماليش غيرك ماليش غيرك. بس هصالحكم بالفقره. ايوه عندنا هصالحكم والله. احنا مش زعلانين. الخلاف لا يفسد للود قضيه. نطلع فاصل نرجع مع سر الخلطه. سامح عامل لنا حاجه جديده ومختلفه ولذيذه، تنفع فطار وتنفع عشاء وتكسر الروتين بتاع الاكل لساعات كتير او تنفع غدا في الصيف كده والحق الروتين اللي احنا بنزهق منه. نطلع فاصل نرجع نكمل مع سر الخلطه. استنوا.